ابن الروح القدس الإله الواحد امين تحل علينا بركته ونعمته من الآن وإلى الأبد امين. القراءات النهارده جميلة جدا 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 من اول انجيل باكر. لغاية الانجيل بتاع القداس. مش هيسعنا الوقت يعني احنا نتكلم عن كل حاجة حلوة في الكتاب ده، بس ناخد فترة حاجة صغيرة من انجيل النهاردة. الانجيل بتاع انجيل متى قصة ربنا حكاها بنفسه، صح؟ صح ولا لا؟ القصة دي بتحكي ايه؟ مين سمع الانجيل؟ ايه بتحكي القصة يعني؟ ربنا عمل قصة كده جميلة قوي عشان يقول لنا حاجة. احنا ايه القصة اللي قالها؟ ها؟ مين؟ الغني والعزيز، ده في انجيل باكر. حلو. انما دلوقتي ايه الكرم؟ اب وابن. حلو قوي. قصة حكى القصة من اول ما ادم خلص، من اول ما ادم غلط لغاية الصليب. ربنا يسوع المسيح في الفترة اللي احنا في الصيام دي قال ايه بقى؟ اديكم قصة حلوة كده تقول لكم النهاية اللي هتحصل. ربنا بيعرفنا. فقال قصة. لو رحنا الانجيل ده نفسه، القصة دي نفسها في انجيل مرقس او انجيل لوقا، غالبا المسيح اول مرة يتكلم عن نفسه يقول الابن الحبيب، بعت ابنه الحبيب. هنا في انجيل متى قال بعت ابنه بس. يعني اول مرة ربنا يتكلم عن نفسه انه محبوب عند الاب، ودي اول مرة تحصل ان الله يتكلم على نفسه كده. يعني عايز يقول لنا قصة حلوة قوي، قصتنا كلنا. يقول انسان صاحب كرم، اللي هو مين بقى صاحب الكرم؟ ابوه، صح؟ انا بتخيل يعني لما جه المسيح يسأل أو صاحب الكرم بقى، ابن صاحب الكرم يسأل العمال والموظفين اللي في الكرم، ما خدهمش كده في الجنينة وقعد يكلمهم. متهيألي خدهم في مكتب كده وقعدوا، يا جماعة أنا أبويا إداكم الشغلانة دي تعملوها، فين إيه؟ فين الثمر؟ ليه الناس تايهة؟ ليه الناس بعيدة؟ ليه الناس مش بتعبدني صح؟ ليه في كوربشن في الهيكل؟ ايه البيع والشراء اللي بتعملوه ده؟ ايه الشغلانة اللي في البيت بتاعي ده؟ هو انا بيتي كان كده؟ ابوي اداكم البيت كان كده؟ فتخيل قعدوا ياخدوا كده ويدوا في الكلام مع العمال، وفي الاخر قالوا ايه؟ احنا مش هو ده، تعال نعمل ايه؟ نخلص. لانه لو ما خلصناش منه هو هيعمل فينا ايه؟ هو يعمل ايه؟ هياخد مكانهم. فالقصه جميله قوي، تحكي شعب اسرائيل والكتبه والفريسيين. فبيقول انتوا طبعا لو قريتوها هتعرفوا. ولما قرب اول السمر ارسل عبيده الكرامين لاخذ اسمار، فاخذ الكرمون عبيده جلدوا بعض وقتلوا بعض ورجموا بعض. دي قصه مين؟ مين دول؟ الرسل كلهم والانبياء واحنا عارفين مين اللي اتقتل ومين اللي اتنشر ومين اللي اترجم، صح؟ لو احنا بصينا كده على القصص نعرف المسيح كان بيتكلم من اول البدايه. ثم ارسل عبيدا اخرين اكثر من الاولين فصنعوا بهم كذلك، واخيرا ارسل ابنه قائلا انهم يهبون ابني. ف
فلما رأى الكرمون الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. ده اللي عملوه بقى الفريسيين الكتبة، وراحوا قالوا لبيلاطس الحق يا عم، ده الرجل اللي هنا ده النجار ده عمال يضل في الناس وبيقول ان هو ملك وانت الملك بتاعنا، ولو ما عملتش كده الرومان هيجوا ياخدوا موضعنا ويطردونا، فالحق اعمل حاجه. دي القصه بقى، واخدين انتوا معايا في القصه؟ قصه حلوه قوي. فقالوا بينهم هذا هو الوارث، فتعالوا نقتله وناخذ ميراثه. فاخذوه واخروه خارج القرن. ده اللي حصل، بيحكي بالظبط القصه. فمتى جاء الرب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرمين؟ قال له انه فقالوا له انه بالرديء يهلك اولئك الاردياء ويسلم الكرم الى الكرمين. حكموا على نفسهم، حكموا، اداهم القصه عشان يحكموا هم على نفسهم، يسلم الكرم الى الكرمين. لا ده هو، سوري، هو اللي بيقول ماذا يفعل باولئك الكرمين. فقالوا له يهلك اولئك الارضياء ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يؤدون له اسمار في حينها. ايه الاسمار بقى اللي في حينها؟ قديس بولس النهارده كلمنا عليها. لو احنا نرجع للبولس، لو رجعنا للبولس في فليبي، ايه الاسمار بتاعت بقى العهد الجديد بتاعتنا احنا؟ طب هما الناس دول اؤتمنوا على شريعة وعلى وعلى نظام وعلى حياة ادها لهم موسى والانبياء وما عملوهاش، وضاعت منهم الدنيا، وضلوا الناس. لما دخل يسوع في حد الزعف قال لهم ايه؟ بيتي بيت الصلاة انتوا عملتوه ايه؟ هو ده البيت اللي اديته لكم؟ هو ده الكرم؟ هو ده الشعب اللي سلمته لكم يعرفوني ويخافوني ويعيشوا في مخافة وفي حب وفي احترام للشريعة؟ هي دي الدنيا اللي اديتها لكم؟ فعشان كده قال المثل ده عليهم. وبعدين نكمل، قال أما قرأتم في الكتب أن الحجر الذي رزه البناؤون صار رأسا للزاوية. هو ده بقى بيتكلم عن إيه؟ عن الصليب. بيتكلم عن الصليب وعلى اللي هيحصل في المسيح المرزول. هو ده كان رأس إيه؟ رأس الزاوية بتاعة البيت بتاعة حياتنا. فبقول أنتم هترزلوا ده كله. ولذلك أقول لكم ملكوت الله ينزع منكم ويسلم لأخرى تصنع أسمار. دي قصتنا احنا بقى. المسيح خد الكرم وادال مين؟ ادال مين بقى الكرم بعد كده؟ ها؟ احنا ادالنا احنا. وهو تمنى على ايه؟ ربنا لما ادى الكرم الجديد اتمنى على ايه؟ على وصاياه. وايه كمان؟ اتمنى على حاجه مهمه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها. ايه الامانه اللي ربنا اداها لنا؟ المحبه. دي في بولس النهارده وفي الكاسيليكون. ادانا الدم بتاعه، صح؟ مش ادانا دمه؟ قال خدوا دم ده ايه؟ ها؟ دم ده وجسد ده لايه؟ لغفران الخطايا، للحياة الأبدية، صح؟ للعلاقة معايا. الجماعة القدام دول حياتهم كلها يكوشوا. يعني لدرجة حتى لو احنا تتبعنا القصة كويس في الهيكل، الهيكل كان فيه شوية ناس عمال غلابة بتبيع حاجات كده تسترزق منها. فالكتبة والفريسيين شافوا ان العمال الغلابة دي بتعمل بروفيت، فقالوا الله طب ما احنا نعمل زيهم، تعال يا جدع وسع انت وهو. وابتدوا يجيبوا ايه بقى؟
زي ما اقول مثلا تركات بهايم وتركات علب مش عارف ايه وترك. طب نكسب احنا، نكسب احنا. وخدوا الغلبة دول طردوهم وقالوا حتى في الشريعة لو باباك ومامتك محتاجين عطية لا اديها للهيكل احسن. ربنا قال لهم انتوا عوكتوا كل حاجة، بوظتوا كل حاجة، فعشان كده كانوا متضايقين. احنا ربنا ادانا دمه، احنا ربنا ادانا العهد الجديد لينا في ايدينا هبة. الله ادانا الموضوع ده هبة لينا، وادهولنا ان احنا نستفيد بيه ونفيد الاخرين. انتوا معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مع الاسف؟ معايا؟ فالله ادانا دمه امانه. عشان كده بولس الرسول النهارده قال الامانه دي بقى تتطلب ايه. بصوا كده اقراها لكم بسرعه. قال لا تهتموا بشيء، اهتموا بس بالعلاقه معايا. ده بيحصل، ده بيحصل. خلينا امنا بقى عشان احنا برضه هنقف نفس الوقفه دي. قال لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتظهر طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ، يحفظ ايه بقى؟ قلوبكم وافكاركم في يسوع المسيح. إذن يا اخوتي طالما انتم شايلين دمي وشايلين جسد الله وشايلين روح الله فيكم، لو سمحتم خلوا بالكم، تفكروا فيما هو حق. ايه هو الحق؟ مين هو الحق؟ بس فيش غيره هو الحق. كل ما هو عفاف، مين هو؟ كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو بمحبة، كل ما هو مسر، كل ما هو فضيلة، كل ما هو ممدوح، ففي هذا افتكروا. ادي الأمانة. بس جيت الحق، احنا برضو زغنا شوية، جيتوا للحقيقة يعني. ربنا بيقول لا تهتموا بما تأكلون، ان جيتوا للحق احنا ما مش بنعمل كده. طب وبعدين احنا مش هنقف نفس الوقفة دي ولا مش هنقف؟ قديس بولس بيقول آية خطيرة جدا، مع وجود بقاء بالراحة، وعد بالراحة، في ايه؟ خلي بالكم لحسن يحصل لكم ايه؟ تقعوا، تقعوا في الطريق. صح مش قال كده ولا ما قالش؟ قال ولا ما قالش؟ يقول لنا كل يوم الموضوع ده. وقديس يعقوب بيقول لنا برضو على الامانه اللي احنا خدناها، بيقول لنا ايه؟ اوعى يكون في تحزب في قلوبكم، اوعى يكون في افتخار في حياتكم. تفتخر على ايه؟ اوعى يكون في كذب في حياتكم. اهو هو بيقول لنا لازم تبقى عندكم الحكمه، الحكمه اللي احنا خدناها في دم المسيح، الحكمه اللي احنا خدناها في الاسرار، الحكمه اللي احنا خدناها في الكتاب، الحكمه اللي احنا خدناها في جسد الرب. ده المفروض يبقى الامانه اللي المفروض خدناها وهنسلمها من غير عيب. هنسلمها تاني، هنسلمها مع ربح، هنسلمها مع ربح مش مع خسارة. فبيقول الحكمة التي هي من فوق طاهرة مسالمة مترفقة سهلة
مملوءة رحمة وثمارا صالحة لا تدين ولا ترائي. كل الحاجات دي ربنا سلمها لنا. الكرم بتاعنا ولا بتاعه؟ الكرم بتاعي أنا ولا بتاعه هو؟ بتاعه هو. مفروض أعمل أنا إيه؟ مفروض أشتغل لحسابه، مشتغلش لحسابي أنا. الكرم الله ادهوني عشان إيه؟ أعمل إيه؟ أديله ربح مش خسارة. ربنا يدينا الفترة اللي احنا فيها دي واحنا على الأرض، الفترة إن كانت 60 70 80 90 100 سنة، الفترة الصغيرة اللي احنا هنعيشها على الأرض دي تكون كلها إيه؟ ربح. ربح لمين؟ للسماء. ربح ليه هو. ما نشتغلش لحسابنا، ما نشتغلش لكرامتنا، ما نشتغلش لفرحنا احنا، نشتغل لفرحه هو، نشتغل الحياة هو معاه. ربنا يدينا، ربنا يقوينا كلنا على الرحلة دي. ليه المجد في كنيسته إلى الأبد آمين.